آه نفوخي، آه يا وحشي يابا، يا عظم اللي مفشفش ومكسر، يا عيلة واطية خلاص وعاملين اللي فيها ولاد ناس. خلاص اتخرسي، دي كانت جوازة سودة. خلاص بقى، أنا دماغي اتخضعت ودي وجعتني والتلج كمان خلص. قومي يا بت، قومي يا بت، أنا عظمي مفشفش، حرام عليكي. حرام عليكي، أنت مش كفاية ما تصورتش بالفستان. ما تصورتيش إيه؟ إحنا في إيه ولا في إيه؟ صبرني يا رب. هو كان في مشاكل قبل كده مع أهل العروسة؟ على واطية وبنت على حقيقتها. طب كان زمان عزمنا لولا الكبطان زغر لنا بعينيه كنا قلبناها دلمة. بس احنا امنناكوا لحد ما طلعتوا نضاف. يا اخويا، من ناحية امنتونا اهو واضح امنتونا على الاخر. احنا بقى هنا النهاردة، انا مش قادرة اروح خالص. نبعت ايه؟ لا انا اتشقمت من ام الاوتيل ده، وبعدين كمان البنت هنادي لوحدها في البيت. يلا نقوم نروح. يوه، قلتلك هنروح يعني هنروح. بس اما نطمن العمر الاول ونشوفه راح فين ده كمان. يعني هيكون راح فين؟ تلاقيه روح نام اصلا. تحب ندور عليه لحد ما نلاقيه؟ ما تسيبوه، مش يمكن راح يفك عن روحه شويه بعد اللي حصل. بس يا أبلة، اخوكي ده طلع ذكر، لبى البنت حته كف تولها. ازيك يا معلم؟ مراتي يا نيس. شاطر.